مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج الخيمه الرمضانيه. خيمتنا هذه الليله تتخذ موضوعين اثنين من اهم المواضيع المطروحه، سواء من الناحيه الفكريه او الناحيه الفقهيه او من الناحيه الطبيه. سنناقش في هذه الحلقه موضوعين اثنين كما ذكرت. الموضوع الاول هو المتعلق بالرؤيه الشرعيه لقضايا الاسترقاق ونقاش حول قضايا الاسترقاق في الإسلام، وكيف عالج الإسلام هذه الظاهرة وكيف نظر إليها. هذا بالنسبة للموضوع الفكري أو الموضوع الفقهي كما يحلو للبعض أن يسميه. موضوعنا الطبي وهو موضوع عام، لذلك أنا أستضيف، سبق وأن أشرت في على صفحة الفيسبوك أن الموضوع سيكون عن الأمراض الجلدية، ولكن الطبيب المعي هو الدكتور سيدي الوافي، هو دكتور طب عام، يعني سنناقش معه القضايا، الأسئلة التي أرسلتم ومواضيع عامة تتعلق ب إشكالية صيام رمضان والأمراض المتعلقة بذلك والأمراض التي ينبغي أن يفطر صاحبها في رمضان. استضيفه في هذه الحلقة من الناحية الفقهية الدكتور سيد الأمين والسيد أحمد بن ناصر، أهلا بك يا دكتور. ومن الناحية الطبية الدكتور سيدي الوافي، أهلا بك يا دكتور. قبل أن نبدأ كالعادة في نقاشنا، نحن أصحاب الخيمة الفقهية والطبية نتجه الآن إلى المحضرة، محضرة الخيمة، وتلاوة عطرة مع شيخها الأستاذ مصطفى المحمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الآن مع القارئ حط طلبة المحضرة حمدي والله عمرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن مع القارئ أحمد والمحمد رمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم مادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ويكر الله كثيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذن مشاهدينا الكرام كما ذكرت موضوعنا الليلة هو الفقهي وحول إضاءة حول محاربة مخلفات الاسترقاق وموضوعنا الثاني هو موضوع طب عام يتعلق بشهر رمضان الكريم والأمراض المتصلة به. نأخذ فاصل قصير ثم نعود لبداية حوارنا. أهلا بكم من جديد. موضوع الاسترقاق موضوع مطروح عالميا وموضوع نقاش وطني ونقاش عالميا كما ذكرت وهو موضوع هام من الناحية الفكرية وموضوع أيضا ينبغي أن يتم الحديث فيه من الناحية الدينية والناحية الفقهية على الأقل حتى يشخص وتعرف ما الذي ينبغي أن يتم التعامل معه من انطلاقا من الناحية أو من الناحية الشرعية. قبل أن ندخل في النقاش نأخذ هذا العنصر التمهيدي حول التعاون مع مخلفات الاسترقاق وهو من إعداد الزميل المعلوم المرابط. التجار بالبشر جريمة تنتهك حق الإنسان في الحرية وتعرضه لجحيم الاستغلال على كافة الأصعدة. جريمة ظلت مظاهرها متأصلة منذ قديم الزمن ومنتشرة في المجتمعات الإنسانية. مارستها جميع الدول والإمبراطوريات قديماً وحديثاً بدافع حب الغطرسة والهيمنة واتكاء على حسابات القوة المادية. حين جاء الدين الإسلامي قرر الحرية الإنسانية باعتبارها أكبر دلائل تكريم الخالق للإنسان مناهضاً بذلك الاسترقاق والمتاجرة بالبشر لتكون الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول نظام في تاريخ البشرية يحمل لواء تلك الدعوة ويعطي العبيد الحظ الأوفر من الاهتمام. تضييق مصادر الاسترقاق
وتوسيع منافذ التحرير وترغيب الناس في تحرير المملوكين خطوات جريئة ومهمة اتخذها الدين الإسلامي تشوفا منه للحرية في طريق القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان دون إحداث آثار سلبية قد تؤدي إلى شرخ مجتمعي. فماذا عن مظاهر تشوف الدين الإسلامي للحرية؟ وكيف نقضي على مخلفات الاسترقاق؟ شكرا زميل معلوم. دكتور استمعتم إلى العنصر التمهيدي، هو عنصر يتحدث عموما عن قضايا الاسترقاق في الإسلام، محاولة تمهيدية لنقاشنا. سؤالي هنا الذي سأبدأ به، وطبعا سؤال على الأقل تمهيدي أيضا، هل هناك رق في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي العربي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هي ظاهرة الرق هي ظاهرة بشرية، معنى ذلك أن الإنسان بغرائزه العدوانية ينتج العبودية والاسترقاق وينتج القتل، القتل أبشع من العبودية والاسترقاق. الله تبارك وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنما تحمل هذه الرسالة أناط الله به وصفين، الأول الظلم والثاني الجهل، لأن دائما الظلم لا ينشأ إلا عن الجهل. الله تبارك وتعالى حينما أنزل آدم إلى الأرض قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وحواء وإبليس والحية التي كانت في الجنة، بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. الإسلام هنا يبين أن المرحلة الأولى التي لا هدى فيها ولا قوانين، البشر فيها أشبه بقطعان الذئاب، قانون غاب. أيوة. الناس تعيش فيه. هوبز حينما جاء وتكلم في كتاب التنين لوفياتا لم يزيد أضيف شيئا، لم يضيف شيئا. البشر يعيشون مرحلتين، مرحلة غياب القوانين يسميها مرحلة حرب الكل ضد الكل، لا غير دي تو اللي دي تو كونتر تو. ثم بعد ذلك حينما تأتي القوانين يتحولون من مرحلة الفوضى والتقتيل والإنسان اللي هو ذئب للإنسان إلى مرحلة الضبط والقانون. معناها في أي مرحلة لا تكون فيها قوانين لا بد أن يكون هناك الاستعباد والاسترقاق والقتل الذي هو أبشع. وبالتالي حينما أنزل آدم إلى الأرض كانت أول جريمة هي القتل، واضح. حينما قتل قابيل هابيل. حينما نعود أيضا إلى التاريخ، التاريخ يبرهن لنا على أن الرقة ظاهرة عدوانية منشأها غياب القوانين. لم يستثنى أي صنف من البشر من الاسترقاق. أكرم الآدميين عند الله الأنبياء، استرق يوسف وهو نوع من الاسترقاق، إن قالوا استرقاق السائبة، حينما يوجد شخص في فلاة ما يصبح رقيقا لمن وجده، هكذا في التشريعات. صحيح، معروف، صحيح. واسترق أخوه في نوع آخر من الاسترقاق يسمى استرقاق الجرم أو السرقة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالم. أي هذا هو القانون عندنا، من سرق. وإبليس يوسف كان يحتال كي يبقى أخوه معه. إذن هناك نبيان استرقا، وقد يكون هناك أنبياء أخرى استرقوا، لكن التاريخ لم يقدم لنا نصوصا لنعرف أنهم استرقوا. لما يأتي الملوك استرق النجاشي وحرره العرب فكانت يدا لهم عليه حينما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقاهم بحفاوة. واضح. ملك. واضح. واسترق
النبلاء سلمان الفارسي من نبلاء فارس واسترق ويحاول أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع عن نبي آخر الزمان أنه سيظهر. واسترق القوي والضعيف والشريف والحروب تركت لنا إرثا كبيرا من الاسترقاء. المهم كيف تعامل الإسلام مع هذه الظاهرة؟ الإسلام نتوقف هنا دكتور حتى نبدأ نقاش بعد ذلك، لأن سيكون بداية نقاشنا ما بعد الجانب الطبي، لأننا نريد أن نأخذ الآن كما ذكرت أن الموضوع موضوعنا الطبي في هذه الحلقة هو موضوع عام، يعني يتعلق بصيام رمضان، الأمراض المصاحبة لهذا الشهر الكريم، وبعض الأمراض التي تهم الطب العام أساسا في موريتانيا. لنأخذ هذا العنصر التمهيدي المتعلق بموضوعنا الليلة ثم نعود إلى نقاش فقرتي الأولى مع الدكتور سيدي والوافي. إطلالة شهر رمضان الكريم برونقه الروحي الخاص تشكل فرصة مواتية للتقرب للخالق جل جلاله بالطاعات يتطلب من الراغبين في العتق صيامه وفق تعليمات الشرع، وهي خصوصية أكدتها البحوث العلمية على الصعيد الصحي أيضا، وذلك حين أثبتت الفوائد الصحية لهذه التجربة الروحية التي يترتب عليها الكثير من الفوائد الصحية كانتهاء وتحلل الخلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة ونشطة تزيد من عمل وقوة وظائف الجسم المختلفة مما يشعر الإنسان بعد الانتهاء من الصوم بنقاء جسمه. وفي نفس السياق يعالج الصوم كثيرا مشكلات الجهاز الهضمي مثل زيادة الحموضة والقولون العصبي وعسر الهضم وانتفاخات البطن، كما يخفف الصوم من أعراض وعلامات فشل القلب، وهو سانحة أيضا لذوي الوزن الزائد. ومهما تدحض هذه المعطيات بعض من التصورات الشعبية التي تبني آراءها البسيطة في العزوف عن الصوم بناء على النظام الغذائي الجديد لصائميه، فإن صيام رمضان يبقى فرصة يتخلف عنها بعض الراغبين في العتق والثواب بفعل أمراض مزمنة تلازمهم، ويتردد آخرون في اغتنامها بناء على أوضاعهم الصحية، وينتظر آخرون قرار الرأي الطبي فيها. فما الفوائد الصحية للصوم؟ ومتى يكون الصوم محظورا على الإنسان المسلم الراغب في الالتحاق بركب الصائمين القائمين؟ شكرا زميل أحمد البداها. طرح الزميل أحمد أسئلة كبرى نهاية التقرير، أسئلة كبرى، متى يكون يجوز للشخص أن يصوم مع أي الأمراض؟ لنبدأ الآن إثارة كما بعدنا مع الدكتور سيد الأمين، إثارة فقط للموضوع ثم ندخل بعد ذلك في حواري. معروف أن في رمضان إياكم اللي نتكلم بالحسانية بين اللي أنا أستنى اختيار المشاهدين كاملين يشاركوا معنا في الاستفادة، معروف أن رمضان تصاحبه مصاحوا مجموعة أمراض، شي منها حق وشي منها يتخيل لوحدين دعاوى يهسر من الأمراض على أنهم مرضى على أنهم. سؤالي هون ما هي الفوائد اللي فوائد أولا الصحية للصوم قبل ما ندخل في المحظورات، يعني ما المسائل اللي تمنع الشخص من الصوم، شي هي فوائد الصوم بالنسبة للإنسان علميا قاعد صحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد الصوم الكرم قاعد حكمين التقرير كاملي فيهم، اولا الناس اللي عندها كانت امراض قاع يقدر يبريها الصوم، يقدر يساعد في الشفاء منها، كيف زياده الوزن ما هو مرض يقدر يعرض للامراض ينقص، يقدر حد ينقص وزنه خلال رمضان، كيف الناس اللي عندها زياده في الكوليسترول اللي يعرض لامراض القلب والشرايين الصوم يساعدها على التخلص من الكوليسترول اللي له تحتاج الطاقه، والطاقه اللي تقوم بتحليل الدهون والشحوم، يقوم الجسم بتحليلها من اجل الحصول على الطاقه، وبالتالي ينقص الكوليسترول في الدم، وذلك وبذلك السبب ينقص نسبه والله احتمال تعرض الانسان للامراض اللي يسببها تراكم الكوليسترول في الدم، كيف امراض القلب والشرايين، الازمات القلبيه في، والناس اللي تعاني من ارتفاع الضغط الشرياني التانسيون هم اللي الصوم ملاحظ على انه يساعد حفاظ على توازن الضغط عندها، والناس اللي عندها امراض كي امراض السكر هم اللي ملاحظه لانه بيتو، الناس اللي تعاني من مشاكل هضميه اضطرابات هضميه كي عسر الهضم ولا كيف حركه الجو ملاحظه هم اللي على انه الصوم اذا كامل طبعا لين يعود الصوم معدل بطريقه متبعه فيها طريقه علميه سليمه معناها غذاء سليم
ما هو شيء يخليك يتعدلوا بعض الناس يعود قاعد اللي يوكل عاد برمضان كان يوكل اقل من سابق الصوم. هذا هو السؤال هون قبيل قلت عنه قلت حد ينقص هذا وزنه في العكس انه يجبر في رمضان تمشي من الناس زايد وزنه يعني دائما نقولوا عنه بدايه رمضان انه يلا انسان قاعد يسوي ما يوجعش لا عنده مرض انه يلا بدايه رمضان يعدل تحليل عام فحص عام الراس يوزن راسه الاول ويعال بالنسبه للناس اللي عنده اضطرابات في الضغط والله في الكوليسترول والله في السكر تعدل فحص عام سابق تبدا الصوم. اياك ايش اياك تقارنوا عقب الصوم اللي تقارنوا عقب الصوم واحد خلص وزنه سابق الصوم والله في بدايه رمضان وعاد في نهايه رمضان خلص وزنه وزاد يلا يشعر بالخطر يعرف انه معناه انه كان متبع طريقه ما هي صالحه في الغذاء والله في عدم الرياضه والناس اللي تعاني من الضغط قلت لك والله تعاني من الكوليسترول والله تعاني من مرض معين يلا تعدل البيلانس سابق فحص بدايه الصوم وتعدل واحد في نهايه الصوم تقارنه اللي عاد يحتاج استشاره الطبيب المعني لعل ما يحتاج سؤال خاطف هل هناك نمط غذائي معين ينصح به في رمضان اتكلم لا على شهر رمضان يعني كان نمط غذائي من دراك كان نقدر نفس الغذاء اللي كنا نستخدمه سابقا رمضان انت متابعين وكيف هذه الوجبات تعرف العشاء الطبيعيه عند الموريتاني وجبات طاجين هذه هي مسائل معروفه عند الموريتاني غير من دراك كان ينبغي تغيير شيء منها خلال شهر رمضان يا شهر رمضان حد يعرف انه في رمضان له الصوم 14 ساعه ولا 15 ساعه واللي يبقى له اللي يبقى له من 24 ساعه لا 9 ولا 8 فيها الرقاد وفيها الصلاه وفيها الرياضه معناه انه ما يقدر ذيك 9 سواعي يعمل فيها اللي كان يعمل خلال 24 ساعه زين هي واحده انا انه مطلوب منه التنظيم للي له يوكل الفطور وجبه رئيسيه وصحه هاي ان حد يفطر ويتعشى ويطوجن ويساق بياك ويصحر رواية يتم يوكل يتم عصب يتم يوكل هاي دور يزيد وزنه دور عرض لأمراض المنجبنة ومراض الأحكام سليم. إذا دكتور سأعود إليكم لنقاش أكثر في الموضوع أعود إليك دكتور سيد الأمين توقفنا عند قضية الإسلام والرق أصلت للموضوع تأصيلا جيدا وهو أن الرق باسرك يع منه رقاش بما فيه الأنبياء اللي أعطيتنا منهم أمثلة نصل الآن للإسلام كيف جاءت شريعة الإسلام طبعا وجدت الرق أمامها لأن الرق كما تعرف مورسة عبر التاريخ كيف تعامل الإسلام مع الرق هل شرعه هل حرمه هل وضع له ضوابط شكرا جزيلا هذا موضوع مهم الإسلام بكل صراحة وبكل الإسلام لا يقبل ظاهرة الرق لأن تعاليم الدين الإسلامي منافية تماما لأن يسترق شخصا لكن يتساءل البعض لم يقم الإسلام فورا بتوقيف هذه الممارسة الظاهرة لكن نقول إنه لما لم يوقف الخمر وحرمها على مراحل كانت أولا تصح لما لم الذين يقولونها لا يعرفون الظروف التي مر بها المسلمون وهم في الفتوحات الإسلامية أولا كانوا يخافون على أنفسهم وخرجوا وواحد أخرجه قومه ويخاف على نفسه وخشى وأنت تقول له طبق لكن منذ اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القدوة الحسنة في أنه لا يبقى رقيق على وجه الأرض وبالتالي شرع الصحابة الكبار كأبي بكر وغيره في تحرير ما وجد من العبيد تكلم عمر بن الخطاب يوما فقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار خاطبا ابنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار صحيح الإسلام مشروع أنه لا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هناك مشاريع بقية معلقة لكن يوصي بها إما صراحة وإما ضمنا بأنه ينبغي أن تطبق مثلا لا يجتمع في الجزيرة دينان نام النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق هذا المشروع وكذلك مشروع الرق ولذلك الإمام مالك لا يفهمونه لا يقدرونه حق تقديره في هذه المسألة كلمة عمر بن الخطاب أسس عليها الإمام مالك أصلا يحق أن يكتب بماء الذهب جميل الأصل في البشر الحرية الأصل في البشر الحرية والاسترقاق أمر طارئ
محرم تحرمه جميع الديانات وليس الإسلام وحده هو الذي يحرم هذه الليلة. كيف يبنى عليها؟ عندنا هذا الأساس احنا الموجود عندنا ظاهرة كانت عندنا يكفينا الإمام مالك ليحل المشكلة. الإمام مالك ما الذي يبنيه على هذا الأصل؟ يقول لك إذا جاء رجلان أحدهما يدعي أن هذا الشخص عبد له أيوة. يقال عليك أن تأتي ببينة أيوة. بشاهدين على أنه رقيق. هذا في مرحلة ما زال الرق موجود. فإن لم يأتي ببينة يقال العبد حر، هذا الشخص حر. لماذا؟ لأنه شهد له الأصل. شهد له الأصل. الأصل حينما يشهد يكون بمثابة الشاهدين. شهد له الأصل فيقال هذا شهد له أصل. ولذلك في القضاء عندنا العاصمة في علم القضاء تبين حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جماعة. فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد ما قاله أصل وعرف شهد. جابوا عليها مثال العاصمية، جيب عليها مثال الرقيق. إنين يقول أنه ما عنده شاهد، إن قال له خلاص أنت هو المغلوب لأنه هو شهد له الأصل. زين. وكذلك العرف إنين تجي مرات تدعي المدفع البندقية، إن قال عندك شاهدين، ما عندي شاهدين، قال يشهد للرجل العرف لأن البندقية أصلا للرجل. وبالتالي هي من أصول القارة عند الإمام مالك لا تناقش. وبالتالي الظواهر اللي عندنا في إفريقيا وكذا محسومة أصلا. حد يفهم الفقه المالكي وروح الفقه المالكي، وقلتها في محاضرات كثيرة، روح المالكي. هذا الرقيق اللي كان موجود اللي باعوه بعض الأفارقة وكذا وهو أحرار لا علاقة له بالحرية، وليس هناك مشكلة تطرح أصلا لأنهم أحرار لأنه استغراق ذمة، استغراق ذمة فقط لا أكثر ولا أقل. العبيد الآخرون اللي كانوا في العهد الإسلامي، الإسلام لا يقبلوا الرق. أولا في المرحلة اللي قبل أن يتمكن الإسلام وتتقوى شوكته يفتح للناس كل رواية لا ندقرقا شوكة تحرير الرق، محاولة لإخراج جميع الرقيق من الرق. ثم بعد ذلك تعلمون أنه عهد العز بن عبد السلام جاءوا بالعبيد، جميع العبيد ليحرروا جملة وتفصيلا حيث ما بقي هناك أرك. الإسلام أيضا ينظر إلى أن الرق عنده مخلفات، الفقر من مخلفات، الدونية هناك مخلفات اقتصادي، وهناك مخلفات نفسية، وهناك مخلفات شرعي. المخلفات الاقتصادية الإسلام يبدأ بالرق قبل كل ظاهرة، قبل كل شيء. الرق يبدأ به قبل كل شيء. مثلا في الزكاة الرق موجود، في الصدقات الرق موجود. موجود يعني مقدم، معناها مقدم على غيره من الظواهر الأخرى. جميل جدا، جميل جدا. لماذا؟ لأنهم كانوا. ثم بعد ذلك نأتي إلى العامل أيضا النفسي. العامل النفسي الإسلام تعامل معه صحيح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا زيد بن حارثة الذي كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على كبار الصحابة، على خليفة المسلمين أبي بكر. صحيح صحيح. قدمه عليه. وانا نقول لهم فم نكته انه ما في صحابي اسمه في القران الا زيد الا زيد بن حارثة. صحيح. صحيح صحيح. ابو بكر اسمه ليس موجودا في القران، هناك ايات تشير الى ابي بكر لكن اسمه ابي بكر ليس موجودا. صحيح، ليس موجودا في القران. اضيف الى ذلك ايضا اسامه بن زيد ابنه. صحيح. خلف ايضا وذهب الناس خلفه. كان الناس خلفه في الجهاد. أضيف إلى ذلك أن عمر بن الخطاب كان يعطي لعبد الله بن عمر، عالم الصحابة الجليل اللي شهد المشاهد كله، يعطيه 3000 من بيت مال المسلمين، ويعطي لأسامة 4000. قال له كيف تقدمه علي
ولم يكن أسبق مني إسلاما ولا قال يا عبد الله لقد كان أسامة أحب إلى رسول الله منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. جميل. أبوه اللي هو زيد بن حارثة كان أحب واضح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. واضح. هنا يريد الإسلام أن يرسخ أن هؤلاء اللي كانوا في هذه المسألة ينبغي أن نرفع من شأن. كذلك أيضا أسامة لما فاطمة بنت قيس لما طلقها. هناك مسألة أخرى دكتور، حتى في قضية الألفاظ، الإسلام أيضا ينسب في كتاب الفاظ الأدب لأعتقد مسلم، الألفاظ الأدب كتاب الألفاظ هو حديث صحيح. أيوة. يشير لا يقول أحدكم. أيوة. لا يقول عبدي ولا أمتي ولا أمتي، بل يقول فتاي وفتاتي وفتاتي. جميل جدا، لأن هذا النقل الثقافي. جميل. الثقافة اللي دارت حطتنا في ورطة، النقل من هذاك جاي. لكن قبل ذلك لاحظوا مع أسامة. أيوة. نزلنا مع أسامة. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، كانت سريطة اللسان رضي الله عنه وصاحب صحابية جليل. قال إذا حللت فآذنيني، معناه إذا انتهت عدتك. فجاءت فقالت لقد خطبني ثلاثة رجال. أيوة. معاوية الذي سيكون بعد ذلك أميرا للمؤمنين. أميرا للمؤمنين. بن أبي سفيان. وبن أبي سفيان وما أدراك. وما أدراك صح. وأبو الجهم. وأسامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، معناه لا يملك شيئا. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن النساء، معناها كثير الضرب للنساء. لكن أسامة، قالت أسامة أسامة قالت فتزوجته فاغتبطت، وأبوه أيضا تزوج زينب بنت صحيح سيدة قريش. جميل. معناها من أنف قريش. هنا الإسلام يريد أن ينقل هذه الثقافة الموبوءة إرث التخاصم والتناحر والعداوة إلى إرث الأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية. جميل دكتور، ألا ترى أنه في هذه الجزئية بالذات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية في الإسلام بين من يعتبرون كانوا رقيقا وغيرهم في الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن هذا يحيلنا إلى موضوع إلى مفهوم الكفاءة في الزواج التي الآن مطروحة حتى في عندنا هنا ومطروحة عند جميع الشعوب، قضية الكفاءة في الزواج، أن الكفاءة كانت يومها عنده صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند دولة الإسلام كانت هي في التقوى طبعا. إذن ولكن القضايا مع مرور الزمان مع الدول التي عقبت الدولة الإسلامية، الأمويين والعباسيين، الأندلس إلى وصل إلى دولة الحديثة، بدأت هنا قضايا أخرى تحول دون قضية الكفاءة، في قضايا الاقتصادية وقضايا الاجتماعية. هذا أيضا يحيل إليهم حديثكم الآن عن قضية الكفاءة، يحيل قضية تطرح قضية الكفاءة، قضية الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، وقضية زواج أسامة، وقضية زواج حتى غيرهم من البلال ووحشي وغيرهم من الموالي اللي كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم، تطرح قضية الكفاءة. كيف ننظر إلى قضية الكفاءة من ناحية في نفس الوقت نحن ننظر نتكلم عن قضية الرقيق وننظر إلى قضية الكفاءة، هل هناك ضوابط معينة لقضية الزواج أو الكفاءة في الجانب؟ الكفاءة عندنا في المالكية هي الدين والحال. لا دخل فيها للأنساب، لأنه لا 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 فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. ولذلك قال علي كرم الله وجهه ضاع النسب. المالكية مثلا بنت أساسها على ما فهمته من نصوص الشرع ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس هناك تفاوت إلا في الدين. مثلا المولى كفء، المولى الذي كان كفء للشريفة. جميل. كفء للشريفة. وإذا رضيت وهذا في العهد القديم، إذا رضيت بالعبد هو كفء لها، إذا رضيت بالعبد هو كفء لها. لكن حينما قام الإسلام بمحو هذه الفوارق لم يبقى هناك أي شيء إلا التقوى. الحال المسألة واقعية،
مسألة الاقتصادية. مثلا الشخص الذي لا يملك ما يتزوج به، لا هذا عائق أمام الزواج. جميل. لكن ليس هناك عائق في النسب. جميل. لأن الناس سواسية. لا فضل لإعادها على آخر إلا بالتقوى. أعود إليك دكتور إن شاء الله لثراء أكثر. دكتور، كنا تحدثتم الآن عن قضية أهمية الصوم بالنسبة للإنسان، قضايا صحته، قضايا إيجابيات التي يمكن أن تصاحب الصوم بالنسبة للصائم. سؤال الآخر، وهناك في أسئلة على فكرة راهم المشاهدين طرحوا أسئلتهم انطلاقا من إعلان الشرط، وأنا أعلن الليلة جاي طبيب أمراض جلد، لأن أعتقد أنك ولذلك سئلتهم دور نوصل لهم لكم، ذاك منهم اللي أنتم تقدروا تجاوبوا فيه تجاوبوا، ذاك اللي ترون أنه يختص بالأخصائي يعودوك له بالأخصائي. لكن سؤالي هنا إياك نربط بين الموضوعين، مثل كان علميا فما تياها أمراض جلدية عندها علاقة بالصوم، حسب علميا كان هما تياها أمراض معينة تصيب الجلد ولا تصيب ظاهرة جسدية عندها علاقة بالصوم بالذات بشكل عام. لكن اللي فاهم باطل يعود يسيل المشاهدين يقول لك فلان صام وخاو على جلده وحبه، فلان صام ونبت وقوب، وفلان صام. الصوم بشكل عام نتكلم فهم استثناء طبعا، الصوم بشكل عام ما يسبب مرض جلد، ما هذا المرض اللي يسبب الصوم غير قد يخلق فهم مرض وعنده أعراض جلدية. بالنسبة لحد صايم وتعرض لجفاف حاد بشرة اليوم الحمد لله مات له مات له ما تروح به للناس عاد متقرية كاملة وعاد قلت عاد النشاطة في الحمان قليل، حتى الناس اللي قديمة كانت تمشي في هاوكار وتحرك فيه وتطلب الحيوان ولا تشرب ياسر من الماء ولا تشرب ياسر من السوائل، تعرض الجفاف حاد متين اللي يأثر على جلد ينقص السوائل في الجلد وتأثر عليه جفاف البشرة ويعتبر مرض جلدي، والله قاعد عرض جلدي وقع معه مرض لأنه الجفاف يعود يأثر على الجسم كامل يقر بعد يظهر منه شيء أعراض جلدية. هذا بالنسبة للزمن اللي كانت الناس ما تجبر السوائل بشكل كافي ولا تشرب بشكل كافي، العادة لك مزاج خارج قليل اللي يعود بالنسبة للناس اللي في البادية بعيد حتى وتجبر مناخ حامي حتى. أما على أن واحد صام وخاو فيه نبت وقوب به الصوم ولا لا ما يعتبر بين. لو 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 سألناكم دكتور الآن حسب ما تستحضرون أنتم طبعا عين عليها لا مرضها الموريتاني يوميا الحمد لله تعاملوا يوميا الحمد لله مع المرضى، وكل أعتقد أن كل دولة في العالم معروفين أمراضها نتيجة بيئتها ونتيجة شفم من الأمراض تذكرون توما ظهركم على أنه ملاهم تلقائيا ما يلطو الصوم، ظهركم توما على أنه ملاه يلطو يتجنب الصوم. شفت ذاك جمعوا دفات الأطباء والفقهاء تعرفوا دار دفات قالوا هون مرة أنا مجمعهم عن طريق دار الإفتاء مجلس الأعلى للفتوى والموالي، جمعوا الأطباء والفقهاء وناقشوا الأطباء ذوك الأمراض اللي يزيدهم اللي هي قانون الشرع طبعا يزيدوا مرض يزيدوا الصوم ولا مرض يسبوا الصوم، ناقشوا وحدوا على ما أظن استحضر 15 مرض عن ملاهمة يلا الصوم. شو تذكروا منها؟ إطلاقا أي مرض حاد كامل، مرض حاد يعملوا له ألم، لا ألم صلع على قاد يلا ألم درسوا ألمتين ملاهمات لا قاد يصبروا زين ألمتين ملاهمة يبدأ يقطع ياك يعمل الدواء وقف عن الألم. أي مرض حاد معناه فيه جيع الدرس وفيه ألم الرأس لمتينة والله حممتينة ملاهمة الله يقطع مباشرة أنا مرض حاد والله نوبة عربه مثلا ضيق متين ولا بد مرض حادس وشن أمراض الناس اللي عندها إحجار الكلى اللي معروفة لأنها لين تصوم لها تزيد ينقص تركيز الماء وبالتالي ينقص يزيد تركيز المعادن اللي متكونة منهم كيف الكالسيوم واليوريا وكل المعادن اللي متكونة من الإحجار بالكلوة بالتالي ما يقدر يصوم ملهم ينصح دائما بشراب ياسر يمقع الناس اللي قد تصل حالتهم إلى أخطر من زيادة الحصوات. فيهم الناس اللي تعمل مثلاً أدوية تانسيون وأدوية السكر اللي تدق أدوية تانسيون هاك النوع منها اللي يعمل 3 مرات في النهار، هاك اللي نوع يعمل مرتين كيف قلت هاك النهار معروف لأنه كان قد حد يعمله والنهار وعقاب وقلت تم يعمله وقت الفطور وقت السحور. الناس اللي تعمل 3 مرات في النهار الدواء 3 مرات في النهار كانت معناها لأن كله من السوائع وبالتالي ما تقدر تصوم قطعاً.
يدي الصوم أكثر من 8 سوائل. إذا أنتم اتفقتم أنتم والفقهاء على أن فم أمراض مانعة من الصوم؟ مانعة إطلاقا. وفم أمراض أخرى لا تمنع يعني؟ فم أمراض لا تمنع من الصوم. كيف تاش مثلا؟ أمراض ما تمنع من الصوم كيف كما يقولوا حد فيه تنسون يعمل حبة واحدة من الدواء مثلا. يقدر يعمل أي وقت؟ يقدر يعمل أي وقت. أي وقت. كنت أعملها صباحا أعملها وقت الفطور ولا أعملها وقت السحور. زين. من الناس اللي فيها سكر ومكونترولي بدواء بسيط الحب تعمل دواءات أيوة. وقت الفطور ولا وقت السحور. الناس اللي عندها مثلا امراض الجهاز العصبي عندها دواء تعمله امراض مثلا الدوسه اللي يقولون الصرع البيليبسي عندهم ولاها حبه مثلا يعمل والله هنتين خلال 24 ساعه يعملوا خلال 24 ساعه. هذا مثال الامراض اللي هي قد الصوم. والامراض اللي كي قلت لك ما قد الصوم ياسرين 15 قد مثلا بالنسبه مثال تتكرر دائما المرضعه. ايوه ما قالوا باتفاق الاطباء لان 6 اشهر الاولى بما انه ينصح الاطباء لان 6 اشهر الاولى يلعوا التغذيه تشيل عن طريق حليب الام فقط فقط ما معها شيء لا امها لا ابن لا شيء. ولذلك 6 اشهر الاولى بالنسبه للمرضعه ما يغسلوا ثم اللي يحدث هذا من الامثله على الامراض جميل. اللي جميل ان شاء الله مزنا انا قبل وصلت المشاهدين الطبيه وتعود تصلتوا معك بذاك دكتور اعود اليكم قبل ان اخذ هم اللي سلت المشاهدين اللي تعلقوا بهم. الان تحدثنا عن قضيه الاسترقاق بالاسلام وتحدثنا عن قضيه الاسترقاق ما قبل ذلك. لنسقط الان الى نصل الى واقعنا احنا الموريتاني نعود واضحين نتكلم اليوم عن احنا الموريتاني عندنا هذه القضيه مطروحه وثايره نقاش قضيه الاسترقاق ثايره نقاش فكري لا فهم حد محملها لحد معين هي قضيه وجدناها تاريخيا ومتبارك الناس كامله مع اعتقد الناس تم اتفاق على انها محاوله على انها تقضي عليها. موضوع الحلقه اللي جاني هو حول محاربه مخلفات الاسترقاق. احنا الان لنفترض واعتقد ان هذا هو راي الجميع ان الناس كامله تبارك مع تقضي عليه الظاهره غير فم مخلفات له. كيف يتم التعامل مع هذه المخلفات؟ اعتقد خليني من الجانب الاقتصادي اللي واضح للناس قضايا الاقتصاد وتعدل هم تفضيليات حتى من الناحيه الفكريه. لو افترضنا الان ان من ناحيه فكريه نحن نحاول ان نناقش قضايا الاسترقاق الوطنيه من ناحيه فكريه، كيف نقضي على هذه المخلفات؟ على الاقل ذهنيا وفكريا. انت هون لا نعطيك مثال، احنا مثلا هون يقال على انه حرم قانونا موريتانيا تخاطب شخص تقول له العبد وحرمت. هذا اتفق مع الحديث اللي كنا نتكلم عنه حول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل عبدي ولا تقل كذا وكذا. هذه بين القضايا الفكريه اللي انا نقصد. ندرى كيف فهم قضايا اخرى ظهر لكم عنها بالنسبه لكم كطبقه مثقفه وحتى المثقفين من كانوا مسترقين يمكن ان يتم ارضيه يمكن ان يتم الحوار حولها من ناحيه فكريه في هذا الموضوع. احنا عندنا روافد كبيره جدا عندنا تثمين الاسلام لو اقتبسنا من الاسلام وروح الاسلام وعمقنا وجذرنا فكرة الإسلام في أنه الأخوة في الإسلام لا تقبل التفاوت ولا تفضيل شخص على شخص. هذا من أكبر المصادر التي جميل. ينبغي جميل. ننطلق أنه نركز عليه. ثقافة الإسلام حول المؤاخاة حول الإنسان الذي هو أخ الإنسان والذي هو لا يزيد عنه إلا إذا كان أتقى منه أو عند الله أيضا ليس عند الناس. الناس ينبغي أن يكونوا سواسية أمام القانون يكونوا سواسية أمام المشاريع العامة التي ثم بعد ذلك الفكر المعاصر أيضا فيه روافد ومصادر مثلا الأدب. أيوة الأدب ينبغي أن أنا دائما أقترحها أن تقام ندوات أدبية لمحاربة الرق باعتباره سلوك بشع جميل بشع جميل. هذه لم نقم بها الى حد الى حد الساعه صحيح. هناك ينبغي ان تقوم هناك ندوه ادبيه جميل. ندوه ادبيه جميل والله انشاد شعري لانه هذا الادب يرسخ الثقافه عند الناس الروايه والمسرح يرسخ الثقافه صحيح. عند الناس صحيح. هناك ينبغي ان تكون هناك مسلسلات تعالج هذه جميل افلام تعالج جميل. هذا الرك ندوات فقهية تناقش هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها فكريا أيضا واضح. ينبغي أيضا العودة إلى العالم الآخر. إحنا لم نعود نعيش لوحدنا نحن نعيش في عالم ممتد ومفتوح
الوسائل التي احنا لسنا بدعا في هذا. امريكا استرقت مئات الملايين صحيح في عهد الاستعمار صحيح، واوروبا نفس الشيء احنا مئات الالاف هم مئات الملايين. كيف تعاملوا مع هذا وكيف قضوا عليه نهائيا؟ جميل، ينبغي ان نستلهم منهم، لانه الاسلام يدعو الى الاستفاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لقد هممت ان احرم الغيله لولا اني سمعت ان اهل فارس يفعلون ذلك ولا يضر بابنائي باولادي. جميل، اذا كان يرى انه لا يعيش معزولا في كذا، وانه العالم عنده اشياء مهمه وافكار مهمه ينبغي ان نستغل. اذا القضيه بالنسبه لك دكتور، وهذا قاعد تعود اعتقد انه مطروح سؤال، انه ما هي قضيه اقتصاديه دائما، وما هون مشكلتنا احنا، لان كل هرين تتكلم عن قضيه الاستقاله ومخلفات. العامل الثقافي اضخم، العامل الثقافي اقوى. العامل الثقافي، لان الاقتصاد احنا نشوف الدوله الحمد لله والقياده الوطنيه في هذا العصر، وهذا جهد يذكر. انا ما نبقي قاعد الشكر دائما يذكر ويشكر، هذا طريق حينما تتفطن الى ان هناك جزء من المجتمع عنده بعض التخلف وعنده بعض الفقر وعنده بعض الاشياء اللي هذا، ينبغي ان تكون هناك استثناءات يعني تفضيليه استثناءات، وهذا ينبغي لرجال الاعمال ان يقدموا فيه اشياء. احنا رجال اعمالنا ايضا من هذا المنبر اريد ان اقول بانهم لا يقومون بدورهم، كانهم غير مسؤولين عن بناء الدوله. الدوله تفتح المشاريع ده، لكن على رجال الاعمال ان يمولوا مشاريع. ما الذي تقترحون انا في رمضان اذا اردنا على الاقل من ناحيه حتى ثقافيه واقتصاديه وغيرها لمعالجه ظاهره الاستقاق؟ لناخذ رمضان قاع الحقيقه عاد في عشراته التاليه، ولكن بالنسبه لك هذا الشهر شيالته مثلا يعود من الناحيه الفكريه ومن الناحيه الاقتصاديه يساهم معالجه هذه الظاهره؟ من الناحيه الاقتصاديه من يالله نوعوا رجال الاعمال انهم عندهم عليهم مسؤوليه كبرى، وان الاموال لا فائده منها الا لحل مشاكل البشر، لانه الواحد لا يموت ويجي للقبر صحيح ما هو حامل اي شيء منها. صحيح، ينبغي ان تكون هناك مشاريع منها نافعه، فتح مدارس وفتح ورشات للعمل لهذه الفئه. وهناك فئات اخرى هي ليست وحدها، هناك فئات اخرى ضعيفه تشاركها من غير الرقاء السابقين. ينبغي ايضا من هذا الشهر ان يتنبه الفقهاء رابطه العلماء، ان يتكلمون رابطه العلماء ان ينبغي ان تقوم بندوات. قامت ببعض الندوات لكن هذا لا يكفي، هناك ينبغي أن نوسع. هناك نشريات ومؤلفات ومسابقات حول القضاء على هذه الظاهرة. هناك الأدباء والشعراء ينبغي أن يدلوا بدلائهم في هذه المسألة وينوروا المجتمع، لأن الأدب دائما ينور المجتمع نثرا وشعرا. حينما تترسخ المسألة ثقافيا تصبح كأنها المجتمع يعيشها وكأنها من طبيعته. جميل، ومن سجيته. جميل، وبالتالي ينبغي عوامل النفسية عوامل الثقافية لا نقضي عليها إلا بالفكر. جميل، الفكر هو الذي الجانب الثقافي عليها. بالنسبة لكم دكتور أهم هو قاع أساسا من الجانب الاقتصادي حتى في القضايا دي. وهذا طبعا الفكرة كانت عندي أصلا، ودائما أفكر في قضية حضور قضية الاسترقاق بالجانب الثقافي. انتظرك حتى نعطيك مثال بسيط على الأقل في الأدب بعد اللي مثلا أنا أشتغل فيه، إضافة لما ذكرتم، لما لا يتم على الأقل وزارة الثقافة أو جهة ثقافية أخرى تهتم بمحاولة إحياء أدب من هاي الشخصيات اللي كانت مسترقة عبر التاريخ وهي موجودة موريتانيا؟ مثلا قليل حد يعرف شيء عن محمود مسومة، قليل حد يعرف شيء عن غيره من الشخصيات اللي هي من شاعر كبير وأدبه الآن قاعد يقعد من تحل ولا قاعد ثاني مدعيه. إذا هذا النوع من الشخصيات إبرازه، بالإضافة طبعا لشخصياتنا الثقافية الأخرى، ما يتم إبرازه إلا جانب ثاني، جانب وعلماء علماء كثيرين. إذا هذه جوانب ثقافية ينبغي يتم الانتباه لها وتعاون مد عليها. إذا دكتورة قبل أن أعود إليكما، لدينا الآن فقرة وهي فقرة ذاكرة الخيمة، هي عبارة عن فقرة في البرنامج تتحدث عن شخصية رحلت عن عالمنا، هي شخصية عود أصلا إما إعلامية إما ثقافية إما فقهية. وهذه الليلة طبعا شخصيتنا هي عن الراحل جمال والسيدي أحد أعمدة الإذاعة الوطنية، رحل عنا ونتابع الآن هذا التقرير عنه من إعداد زميلنا شيخنا والأحمد.
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. محمد ملعينين والسيدي الملقب جمال اسم برز بالإعلام بتميزه في المجال الفني الإذاعي زهاء 3 عقود من الزمن، وهو من مواليد العام 61 و 900 وأكثر. التحق بالقسم الفني بإذاعة موريتانيا سنة 84 و 900 فعمل بها لسنوات وكيلا فنيا قبل أن تتم ترقيته باستحقاق إلى رتبة كبير فنيين، وهي الوظيفة التي ظل يشغلها حتى وفاته في 7 فبراير 2014. عرف الراحل وفق شهادات زملائه بالإخلاص والتفاني في العمل على مدى عقود عمله في مهنة المتاعب، وكانت لمساته الفنية بارزة في المواد الإعلامية التي تبثها الإذاعة. ترك رحيله فراغا كبيرا في الإعلام الوطني الذي خسر برحيل جمال فنيا خبيرا بعمله ومهنيا في ممارسته. رحم الله جمال السيدي وأسكنه فسيح جناته. رحم الله سمى جمال. دكتور تعرفوه جمال؟ ما تعرفه دكتور؟ ما تعرف؟ إذن هو أحد الشخصيات المهمة وأحد الجنود الذي كان طنيئاً جانب الفني، الناس تعرف إلا الصحافة اللي تسمع. إذن أعود إليك دكتور قبل أن أخذ الأسئلة المتعلقة بموضوعنا. طبعاً لدي أسئلة هنا من بعض المشاهدين سأشيرها حتى بعد أسئلة المشاهدين التي أخذتها كاميرا التلفاز. أعود إليك دكتور لأسأل، تحدثنا عن هذه الأمراض اللي قلتوا عنها أساسا هي اللي وأنا أعتقد قاع عن هاي الأمراض يا التقبيل تعود وزارة الصحة والله وزارة التوجيه الإسلامي دارتها في كتيب ووزعتها على الناس، قال للناس اليوم ما تعرف الأمراض رقم 15 شنو هي، اللي يلت ملاها يفطر والله اللي ما يلت يفطر، على الأقل يلت تعود قبيل متاحة للناس، تعود قاعد تسلك الناس من طريح الأسئلة حولها. جاء سؤالي هون اللي لهين نطرح فيه، من درى الجانب الغذائي اللي قلتوا على أنه قد يعود بين الأمور اللي إما إيجابية وإما سلبية حتى في رمضان، فما تياها مواد غذاء معين تنصحوا به أنتم كأطباء عامين في رمضان حتى ولو لم يكن مستعملا أصلا غير يستحسن استعماله في رمضان؟ أولا نرجع لأخبار أو الأمراض اللي كنا نقوله قلت على أنه الله قبل وعادله في الكتيب موريتانيا ما زالت قاع طبعا ما هي كيف الدول الأخرى اللي تعدل بحوث تعدل قاع مجمعات علمية تعدل بحوث، طبعا نتكلم عن الدول الإسلامية معنا بعد قاع عدلوا الدول الأخرى اللي ما هي مسلمة عدلوا تجارب على بعض الأشخاص صايمين وبعض الأشخاص ما هم صايمين ومتابعة أمراض معينة ومتابعة تغيرات ولاحظوا ياسر فوائد الصوم. موريتانيا ما زالت ما عندها المجمعات العلمية اللي تعدل هذا، غير بعد ذلك إنجاز فعلا كون الأطباء والفقهاء يجمعوا ما يقيس الصائم يقول له قيس الفقيه يقول له قيس الطبيب يقول له سوى للفقيه أنا ما عندهم أطرق منها، يجمعوا وتفاهموا هم وناقشوا الأطباء بما بينهم والفقهاء بما بينهم والأطباء مع الفقهاء لين حدوا الأمراض اللي ما يلا يصوموا لها والأمراض اللي قد تتضرر بالصوم توافقوا عليها، معناها انه بعد انجاز هذا ايجاب طبعا عشان العام الجاي دوري عدلوا شيء في نفسه وعملوا هم اللي سابق رمضان جميل. هي خطوه جباره ومهمه طبعا. بالنسبه للغذاء هو اللي نقول دائما ونقولوه الاطباء كاملين نوعيه الغذاء يالله يعود غذاء متوازن بدايته اللي في السنه بدايه قطيع الفطور معناها يمكن حد يفطر بشيء من السكريات البسيطه اللي محتاجها الدم في الوقت سريعة التفكك وموجودة أساسا في التمر شيء كامل حلو سوى شنو حلو ذيك نواقي طعمه حلو السكريات البسيطة اللي يحتاجها الدم في الوقت ناقص السكر عنده يقلل وش صايم وأحسن شيء موجود من اللي في التمر، مع أن التمر فيه مواد أخرى مفيدة للجسم اللي هي الألياف اللي تساعد الهضم واللي تنبه المعدة اللي كانت صايمة الجهاز الهضمي كان التنبه على بداية وصول الطعام يكون لك تنشيط له استقبالا للوجبة الجاية الشيء فيه السكر ومستحسن لك عود التمر والسوائل يكثر منها السوائل خاصة انه السوائل الأساسية عقب أقصى إلين يعطي حد ساعة والله انتين أراه عود يتناول الوجبة الرئيسية. جميل دكتور، هل هناك تفضل هل هناك اهتمام معين ينبغي ان يزيد بالرياضه في رمضان عن غيرها من الاشهر الاخرين؟ طبعا
خاصة موريتانيا، اللي احنا الشعب الموريتاني ما هو من اكثر الشعوب رياضة، ممارسة الرياضة صحيح، ما هو الشعب الياباني ولا هو الشعب السويد، ما عنده عقلية الرياضة، معنا بعد الحمد لله عادة نشوفوه في رمضان عاد اكثر من الايام الاخرى. هم السوايع والله ستهم اللي ماضي حد واعي، يوكل فيهم ياسر لينيتكي، عنده ياسر ربما يعود خطير عليه، خطير قاع قطعا يعني ربما قطعا خطير لينيتكي. جميل، يلا ليعد الرياضة، غير الرياضة المستحسن انه تعود الا ساعتين والله لا عقب دوكي، معناها انه فات هضمها، اياك ما يخلق اضطراب بعملية الهضم. زين حتى والناس تختلف، فم واحدين يعدلوه عقب الفطور، وفم واحدين يعدلوه سابق على الفطور، والناس ما شاء الله الشباب والناس اللي عنده بنيه لا باس بها تقدر تواسيها، مثلا مع انها بعد اهل السكر خاصه يستحسن انت هي اهل السكر ما زين فيهم يعدلوه يكون عضو ضايقينش اللي فم معرضين السكر، نتكلم عن السكر اللي يشربوا الدواء الدويه اللي تقضى السكر، يعني عود واحد معرض انه صاد بانخفاض حاد في نسبه السكر وينعطى، معناها انه مستحسن يعدل لحد وايد وايد شيء مالي ودفات هضمه ساعتين والله ثلاثة عقب الاكل يعدل الرياضه، واحسن نوع من الرياضه المعروف وموافق عليه رياضه المشي السريع مدته 30 دقيقه على الاقل يوميا بدون توقف. جميل، اذا دكاتره وصلنا الان الى فقرات الاسئله، سنحاول من الزملاء ان نبدا اولا بالاسئله الطبيه وهي الاسئله باطن الفقهيه عفوا الاسئله الفقهيه، وهي مع الزميل الشريف احمد والمحمد، هي اسئله المشاهدين نتابعها الان. سوى الفقيه عن قضيه تخرقنا دائما نعود واعدين صلاه الجمعه ونعود سامعين الخطبه في البوغ، ما زلنا جايين ما تدخلنا حرم المسجد، يا كان رجاج واجب عليه نصات الخطبه هو جاي ما زال واعد المسجد ما دخل حرم المسجد، عيش برا رجاج السالم معاه في الطريقه، كانوا بما انه سامع الصوت من المكبر يالته يسكت يالته ينصت للخطبه، والله ما عليه حرج يتم يتكلم اللي يعود يدخل المسجد. الثاني اختار سوى العين الناس اللي بكثره تصلي خارج المسجد ولا يفصفوا متصله بالمسجد، وفي مبديات اللي واضح عليها انها نجاسه فيها باينه، هي زادها صلاتها شنو. والثالث مولي الناس اللي تدرك ركعه واحده من الجمعه وتصلي ركعه ثانيه، يكانها اصلا هذا يجزي عنها بالجمعه، والله لا بد لها تصلي ظهر. هو مسوي الفقيه مولي عن الحلم هذا كان خسر الشعر النهار ما يخسر وينه. انا طول السيد الفقيه باطيه من التجار يقبوا النعل هون ويجول واحد وحاله ويقولوا عنه طول عنده نعايل ويمشي بالنعايل ويبيعهم ب1000 400 ويقول له ويمشي ياكل يقبل ذيك 400 ويديره بوص ويجيب الراجل للفوقيه، كان يديره لبنته، كان يا جايز يا الله ما هو جايز. انا عندي استشكال في محل بيع يوم الجمعه، قد جاتني كليان هنا توافقت انا وهي على السعر، ومنين اللي سابق تمدي الفضاء جات ناس مأذنة، نحن توافقنا اصلا توافقنا في السعر، سابق تمدي الفضاء جات ناس مأذنة، قلت لها انا تخلي الفضاء لين تسلم الناس تعود نستلم عندها واسمه نقبا عند الفضاء، دون نعرف كان كنت نقد نقبا الفضاء السابق للاذان بلي انا اتفقت معاه سابق للاذان، يا غير نيت هذا اعطيني الفضاء اذن الناس الاذان الثاني، دون عرفت شنو حكمه. تنسول الفقيه انسان يظل صايم رمضان ويبات في الليل، واحد منزل بالو واحد بيوكل امور اللي عدوه كانوا الصايم لا نهار لا بالون رياضه بات سهره ياكي يجي عليهم قاع يظلوا نهار رقود في المساجد هذول المسجد، قال لي سبحان الله قال المسجد ما قط دخلوا لا قط شيء. سوى الفاقي عن البضاعه هاي اللي نشروا مع عند واحدين مبهمه كي تنقولوا قاقيت ويقولوا لنا عنهم دبي، وهم عدوا جايبينهم من الصين، كان نحن نقدو نقولوا عنها دبي، يا احنا يا سمخاء نقول عنها مكتوب عليها الصين وذا الشيء، كان ياك ما انا كاذبين فيها والله. اذا شكرا شكرا الزملاء. دكتور لنا الاسئله اللي نعلمها عليكم اللي باط عبد المنهم. السؤال الاول واحد يقول هل يجب علينا ونحن في طريقنا للجمعه الانصات للخطبه لا ما هو واجب، لانك الجمعه قبل ان تدخل المسجد انت ما تعد مصلي زين،
تعود مصلي بعد أن تدخل حرم هو اللي يجب عليك. لماذا؟ لأن العلة شنو؟ أن تنصت إلى الخطبة. زين حتى تنصت إلى الخطبة. أنا غير ما اللي نجي عندنا هون في موريتانيا ما تحيي المسجد يالله تحيي المسجد قبل كل شيء. إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه مهمة راهية. وليتجوز فيهما. هم في بعض فتوى المالكية غير هذا الحديث الصحيحين. الإمام مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهب. نحن نتبع الإمام مالك في الاجتهاديات. زين. والله في الفهم. زين. إذا كانت مسألة تثير الفهم. فهم هو وفهم الشافعي شيئا اختاروا ذاك فهمه والاجتهاديات لكن وما قد يشالم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو نفسه أوصى إذا صح الحديث فهمه إذا جاء أحدكم وقبل الدخول وما هو مكلف بالإنصات. سؤال ثاني ما حكم الناس التي تصلي بكثرة خارج المسجد ولا تكون في صفوف متصلة بالمسجد بل على أديم الشوارع تكون النجاسة فيها تارة أحيانا كثير الناس حاجة لك اللي تشوفها مرة مثل المسجد وقال قلت يا بدي تصلي فيها شنو حكم هيك كان صلاتها؟ المسجد الخارجين عنه منين فرصة تصح صلاته منين يعود المسجد ما فيه فرع فرام واحدين يصلي والمسجد فيه فرع وإذا كانت الطرق موصولة بالمسجد لا مجرد الجبن مع حيط الصلبات لا يجمع زين حتى ينبغي أن تتصل الطرق بالمسجد زين وينبغي أن لا نصلي خارج المسجد إلا إذا كان هناك ما فيه فراغ في المسجد ما حد المسجد فيه فراغ لا يجوز لنا والله حد خايف يعدي حد افتاوا كبار المالكية على صاحب الفلام وصاحب هذا أنه له أن يصلي خارج المسجد خوفا من أما واحد يجد أماكن فيه كذا ويصلي خارج هذا عندهم لا يجوز وبعضهم يرى أنه لا جمعة له. سؤال آخر بالنسبة للمسبوق الذي أدرك ركعة واحدة من الجمعة هل يصلي ركعة أخرى فقط ويحصل له بها فضل الجمعة وأجرها أم لا بد له من أن يصلي الظهر أربعا؟ لا يصلي الركعة الأخرى يضيفها إلى أخرى وجمعة تصلي. واضح الله. واحد يسأل عن حكم من احتلم هل يفسد ذلك صومه؟ لا الاحتلام لا علاقة له به إلا إذا جاء بموجب الاحتلام في شهر رمضان الجماع مثلا أيوة أما الاحتلام هكذا والنوم هذا لا يفسد جميل حد نام واحتلم معه شاب اللي لا يتعود سمعته صاحب النعل قال تعودت على تسويق النعل كمهنة حياة حيث أخذ منه عند تاجر يريد يدور من الرابطة الواحدة اللي هو التاجر يدور منها الفوقية يعطي الواحد العائلة يقول لهم شبيع أنا ندور منهم الفوقية يقبض هو ويبيع النعل 1400 مسول هو من رأي كان يجوز له الاحتفاظ بال400 اللي فوق الألف ويعطي للتاجر ذيك الألف ودون علم التاجر كان ينبغي له الاحتفاظ بال400 دون علم التاجر أم ماذا عليه أن يفعل؟ كانوا حالات تنتهي في هذه المسألة أيوه. لا ثالث لهم واحد منهم يقول له التاجر امشي بيع هذا فوق الألف لك ايوه زين يقول هل وقع التاجر يقول له فوق الألف لك لكن لا قديت تشبر فيه شيء اكثر من الألف لا والله يقول له امشي بيعه وتعالى يعني بيقول له الثانيه بيعه واللي بعته به يجيبه لي وهو لا يتقاضى معاه كذا الين يدير ذيك ال 400 في بنته معناها غشته زين لا تلصصه زين ما يجوز هاك واضح لدي استشكال بخصوص البيع يوم الجمعة الطفل قال أنه جاءته امرأة يوم الجمعة واتفقت معها على السعر قبل سماع الأذان الثاني لأنني طلبت منها الاحتفاظ بنقودها إلى حين أن توفى الصلاة من رأي كانوا كان يالطوا قبيل هم بدوا العملية السابق الأذان وفي تدخل الأذان كانوا يالطوا يوقف العملية قبيل والله ما اللي تابع بيعه لن يرتفع الأذان لا يجوز البيع بنص القرآن يسوى فات خلف حتى ما تسلمت له في سورة الجمعة واضحة في هذا يتوقف لكن إن تجيه بعد الصلاة تجيه وتكمل البيع هذا قاعد الأول عدل هو أعتقد أنه قال ما حكم من يقضي ليلته يلعب بالون ويصبح نائم في المسجد طول النهار هذا ما يجوز رمضان ما هو معدل فياك أنه النهار يظل رقاش راقد وفي الليل هو شهر عمل وشهر عباد
وله شهر فراغ، والإسلام لا يقبل الفراغ. جميل. لا يقبل الفراغ. جميل. يعمر ليله بالعبادة أو يعمرها بعمل نافع، وأما أن يعمرها بالأعمال الأخرى السخيفة واليوم يظل نايم، هذا ما طبق شيء من تعاليم رمضان. رمضان تعاليمه أنه الليل كيام والنهار للصيام وللعمل، مزاولة العمل اللي مجبور منه ربح لهذا. إذا عاد ما عنده عمل، إلى عاد ما عنده عمل يستغفر الله. وأنا ما أظن أن في هذا الوقت صار في زمننا هذا يقعد فيه حد ما عنده عمل. ما عنده عمل، صحيح. جميل. هذه النسوة، نحن نسوة نشتغل، وقالت أنهم عليها تشتغلوا بالتجارة وعندهم بضاعة، ونشتري بضاعة من عندي بعضهم على أساس أنها آتية من دبي، إلا أنه من الواضح أنها بضاعة صينية. هل يجوز لنا نحن اليوم أتياه العليات أيضا عملا على بيعها، أن نسوقها لزبنائنا أنها جاية من دبي؟ سولاتهم ماتوا، هم يشوفوا التجارة عند الراجل، الراجل قال لهم التجارة جاية من دبي، قال هم يعرفوا عنها تجارة جاية من الصين، والله واضح لهم أن التجارة جاية من الصين. لا يجوز، يقعود غش حقاً، يقولوا لأنهم جاية من دبي وهي جاية من الصين. هذا هو الغش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على السوق، فإذا بصاحب حنطة يبلها لكي تنتفخ، فقال ما هذا يا صاحب؟ قال أصابها لعل المطر أصابها. قال من غش فليس منا. فليس منا، من غش فليس منا. وإلا غشك واحد ثاني لا يجوز لك، لا يجوز لك أنت. قانون الراجل قال له خبطني واحد وخبطت واحد. جميل. إذا دكتور، هذه بالنسبة لنا هي أسئلة تلفزيون. طبعا أنا عندي أسئلة أخرى من المشاهدين غير بعدين، لأن سنتجه إلى الأسئلة الطبية، وطبعا من إعداد الزميل عز حمزة والعيلة بتابع الأسئلة الطبية. دكتور، سولي الطبيب عن هذه الحموضة اللي تقولها الواقيش كي تطلع لها، كان ينصام بها والله ما ينصام بها. تلمين على الطبيب، نختار السوري عن الرقاش دائما يشبر المحفر، يرقب له الشيء دائما، لكن اسم وقت لا معنى عود الضحى، لأن عود الضحي يرقب له ياك الوقت. من عود صايم يجيني رش في جلي في قشوش، كانوا تأثير على المجبنة من الصوم والله. نبغى نسولي الطبيب، أنا جيت لطبيب سولته فاتوا فطروني تقريبا، قالوا لي عني ما يحمل الصوم، فات عادت لي عملية في الشاكلة، ولاني نصوم تم واصل صومي من آخر النهار تقريبا الثالثة والرابعة، ما تدري ما استطعت النوم طايح بي العطش. سؤال دكتور عن المحور اللي يطلع مع الصبح فتاة اسمه عود السحور صحر، قال مع الصبح يجيك محور متين مش عندك الليل تبدأ معدل تخوي، كان محور طبيعي والله زاد نتيجة عن المعدة، كان معدتك توجع كلش. إذن شكرا زملاء. دكتور السيرة الطبية، واحد عنده حموضة شديدة، كانوا يالتو صوم الله ما يصوم، كان هذا من الروايات اللي اتفقتوا عليها انتم والفقهاء. الحموضة الشديدة، قال الحموضة الشديدة، الحموضة قاعد براسه ما يمرض، ما يمرض المحور، ما مرض محور، لا عرب يقدر يعود عرض المرض، ويقدر يعود شيء ترانزيتوار عاقر وتوف نتيجة للمذاق اللي عقب الوكا، وبالتالي حتى قبل من شيء شديد متين يا الله يكون سيتي قيس أخصائي أمراض المعدة، وإذا عاد يحتاج عدل ومواري عدل المواري شوه إذا عاد فهم قرحة معدية حادة يدور يفطر يقولوا عن ملاهمة يصوم بيدي ذيك تتأثر بالجوع، ملاهمة الله يجوع حتى زين حتى جوعي قيمة لنا، وإذا عاد المحور العادي اللي يجي منه فيه معناه أنه الأشياء عادي ما يخطر. صاحب المحور طبعا يبدون لك أجبت عليه قاع سؤال ما قاع أسئلة لا الله ربعا تحمل له المحور قد بعد يقبل دول المحور يوقفوا عنه، وقالوا يقبوا كل ضحى هذاك غالبيته، وأنا شفت حالات منه ونرات غالبيته من الناس اللي تصحر توكل ياسر في الصحور حق الله. بهي السحور ما هو كيلو فطور، الفطور يعني انت كل شيء قلت مش على الرياضه تضيع ساعه واحده تحرك وياك مداقه ينظم عنه، وواحد لا يصحر ويتكي يعود واكل ياسر دور يرقب له واحد كامل كيف انه كان ما يلا يشبه ولا يلا يتكي، بهي يعود الطعام مازال المجبنه ويرقب من فوق شر المري
الاوزوفاج ويقبض المحور. محور. يحس به. انا عدل السحور خفيفته. سبق وان اجريت عمليه في الشاكله وقد فطرني الاطباء الا انني جربت رمضان الحالي وفي كل مره لما يصل وقت حدود الثالثه ولا الرابعه يجدني غير مستطيع وينتابني ارهاق شديد من العطش. ما راي الطبيب بخصوص حالتي؟ عمليه ما حددها الشاكله منطقه ما حدد العمل العمليه غير بعدين قال عن قبل الاطباء يفطر معناه انه قاعد يلا الشيخ قاعد على الحرام اللي يصوم يلا يفطر حد تم لي عدل عباده اني عدل معصيه دكتور هم الاطباء لين يقرروا مثلا ان الشخص لا يجوز له الصوم بالنسبه للناحيه الفقهيه ما ثلاث قضيه مطروحه هناك نختار ننبه عليها فياك تنحسم طريقته هناك ابحاث في الفقه متعلقة بالطبيب احنا دين متعلقة بالطبيب احنا ديننا الفرق بينهم على المسيحية وهذا انهوك يفتون في كل شيء واحنا عندنا قدامنا كان ولا تقفوا ما ليس لك به علم شو التيمم لا يفتي فيه الا الطبيب دي اللي هو اللي يعرف المرض اللي خطير عليه استعمال الماء الصوم يفتي فيها الا الطبيب زين حتى عدة النساء يفتي فيها طبيب لا الطبيب هو اللي يعرف زين حتى الفقهاء ما يعرفوا يعني. ولذلك القافل كانت قبيلة من الطب ما هو خارج ولا خارج شيء والعلم الوراثة يعرفوا إنني يشوفوا واحد يقولوا هذا كان أبوه ولا ما هو زين حتى زين حتى صح من هالمدرجين طيافة وسئلت القافة هم قوموا وعندنا في خليل مختصر خليل وسئلة القافة هنا يعودوا يجوا متنازعين على طفيل هاي تقول ولدها وهاي تقول ولدها ما فات ذيك الساعة تقدم طيب إن قالوا لا يبت فيه ما يبت فيه الإسلام طيب. بالتالي الطبيب مقدم رأيه هون على الفقه منين يقول هو شيء يبني عليه الفقه جميل. يبني عليه لا تحصيل حاصل جميل إذن دكتور السؤال الأخير لا حول المحور ويبدو انكم اجبتوا عليه، لكن سندخل لاسئله المشاهدين الاخرين اللي عندي نكمل لكم بها الاسئله الطبيه، طبعا لا يتعود اكثرها كي قلت لكم قبيل حول ذيك قضايا الموضوع. فهم سؤالي امراه قالت لنا ترى رش قالت والله الشيخ ايوه في صدرها والله الا حق كل ما صمت واصابوا برش هي رش يقولوها الموريتانيين حبيب صغير والله 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 تلطع والله تلطع قد والله قد احمر انا كي قلت لك حسب علمي ما فهم مرض جلدي يسب الصوم لما أمراض يسبب غير بعد يعني أنا طبيب جد ذاك يعرفوا لا الأخصائي يعني هو حسيت بشيء خلال الصوم تقيس الطبيب المعني تسبق بالطبيب العام يقول هذا يعني طبيب الجلد والله يعني طبيب كذا ولا يعني طبيب كذا وتقيسه يفطرها والله ما يفطرها والله يقول له انه يسب الصوم والله ما هو يسب الصوم سؤالها باطل بغيت واضح والله اذا لا نقرا عليك بعض اسئله المشاهدين اللي كي قلت لك على ان احنا اعلنا لهم على ان حول الامراض الجلديه ذاك من اللي تقولوا انتم ما تردوا عليه وذاك من اللي يتعلق بالمشاهدين ان شاء الله دور يتعلق بعض بالاخصائي نخليه للزملاء اللي جاهم اخصائي في يا راهي قالت عنها قبيله ان لعل يعود من المجمل المجمل راهي ما عنده عرض جلدي اطلاقا ما عنده عرض جلدي اطلاقا اللي قال انه المجمل ما عنده عرض جلدي اطلاقا ما اخذ الاعراض الجلديه المجبنه تعود بعض امراض الجهاز الهضمي عندها اعراض جلديه غير بعد ما هي المجبنه بمصطلح نحن الله هذا عنده الطب القرحه المعاديه ما عنده اعراض جلديه ما عنده اعراض جلديه يكون شيء منها متقدم حتى وسبب شيء يقولوا له مثلا عاد ورم وعاد روايات اخرين وسبب هذا يظهر فيه عروق شويه في الجسم غير بعد ذاك تقطع وياك البهيق وياك الاخفق ما هم المجبنه جميل دكتور فيه نور الدين فرانسوا هو محمد المصطفى البارتيل هو يطرح سؤال حكما واحد شنو السبب عزلان نواذيبه هذا الناس اللي مجرد نواذيبه تعزلت راي بتحب والله روايه ما هو عزلان علاجه شنو غالبيته ما هو عزلان غالبيته بعوض عوارق ايوه ويسبب تو في ذاك التقرحات في الجسم جميل السؤال الثاني شعيب ولد الداه يريد يعطوا عندكم معلومات عن الاسم العلمي بالفرنسيه لخلفه هذا بعد عنده اسم علمي والله حب العراق يقول لك والشهوه وبوفيروس ويبدو انه ناقرش من امراضنا احنا الموريتاني ويدور يعرف كيف كنتم قاعد تقولهم اسباب اسماء علميه خلفت لي العاده اللي نقولوا له احنا ذيك المنطقه كان يقولوا حقنقض ايه عنده اسم علمي قالوا فاريكوسل وحب العراق هذا حب العراق ما فهمت والشهوه
الشهوه ما هي خارقه عند العلميين اطلاقا. هي خارقه. وابو فيروس. فيروس اللي عنده استاذ حد امين محمد الناجم يسال طبعا يقول فيما يخص الامراض الجلديه وطبعا تكلم هل هناك علاقه مباشره بين انتشار هذه الامراض ومستحضرات التجميل؟ وهل السبب في انتشار الامراض الجلديه بين النساء هو سوء استعمال المستحضرات التجميليه ام هي نفسها السبب المرض؟ استاذ قاعنا يلا يتكلم عنه لا طبيب امراض الجلد يقال قطعا اعلن استخدام الناس مفرط مستخدامه توب اللي ما هو بطريقة علمية ما هو بطريقة سليمة استخدام البرودوي الشيميكي اللي عدوا ما هم أولا جاي قاع من مصدر حقيقي عدوا ما هم كونسيرفين محفوظين حفظ طبيعي عدوا ما هم معملين تعمل طبيعي عد شيء محضر أصلا وعمل بيئة معينة بيئة باردة مثلا والله بيئة رطبة والبشرة جافة والله بشرة دهنية يعودوا يعملوا اي رقاش معناها ان هذا حد لا يعملوا يجي الطبيب اخصائي امراض الجلد يقولوا انت بنعمل ولا ما عندنا نعمل يقولوا هي والله جميل. اذا طبعا مخرج الشارع تو اسحاب رايته ابا اسحاب ما تخسر مخرج ولا تسوي اللي كان اسحاب تخسر خسر البرنامج والله ما تخسر. اذا طبعا السؤال الثاني طبعا مطر مبارك ولغير ما نختيره بعد يمتاز نظرك عن علينا عن هذه المرحلة الذهنية في الحلقة ما تلمنا ياسر. أستاذ أحمد دول محمد بدري يسأل ما هو سبب حب الشباب تاجة وما هو العلاج الذي يقضي عليها؟ البعض يقول أنه يسببه كثرة الدسم أو بعض الصابون. حب الشباب مرتبط بالهرمونات اللي تعود في ذروتها ذروه إفرازها في سن الشباب هرمونات جنسية سواء ذكرية والله الأنثوية تعود قيمة الشباب تعود إفرازها كثير ليزاندروجين قال وخاصة عند أكثر هو عند العليات من هو عند الرجال. جميل. إذا دكتورة أسئلة انتهت عود إليكم دكتورة أسئلة فقهية أخرى عندي. محمد يحيى الحاج آل الحاج يقول إعلان مسوي لهم هم اللي مجربين يقول لك هذا هو كاتب سؤاله بالطريقة. أنا يا أخوي ياسر عندي مشكلة عدم حلاقة الرأس في رجب وشعبان عند البيضاء وقبيل زقبة رمضان يفاصلوا لي أيدي ذاك كانوا بمدلول وقاع في الشريعة والله كانوا خرافة والله شنو هاي قضية إحسانة بعدين ينتظروا إلى شهر معين يحسنوا في رؤوسهم كان هذا بدعة كانوا عنده أصل في الشريعة يقول لك واحد قابل زقبة رمضان مثلا هذا يبدو أنه سؤال ويدور حوله كان ذا قاع عنده أصل في الشريعة لا هذا ما في شيء لا أنه اللي خارج منه لا في زمن الحج زمن الحج لأن الحاج يحلق وكذا تشبه نبي قضية بعد ما هي قضية أما الثاني ما لا أصل له أستاذ قداه الحميد يقول سؤالي للسيادة الفقيه ما هو أصل الاسترقاق في ديننا غير السبي والأسر في حرب إسلامية مشروعة بين قوسين جهات وهل يدعو ديننا الحنيف لتكريس حالات الاسترقاق؟ طبعا اجبنا على هذا السؤال اللي هو السؤال الثاني طبعا. السؤال الاول ما ويسال عن هل هناك اصل للاسترقاق في ديننا غير السبي والاسر في حرب اسلاميه مشروعه للجهاد يقول وهل يدعو ديننا الحنيف لتكريس حالات الاسترقاق الى حد توريثها للاجيال وجعلها ظاهره اجتماعيه كما هو موجود عندنا اليوم في بعض المناطق مع العلم بان ما هو موجود عندنا يفتقر الى شرعيه الملك في الاصل لان الجهاد ان كان هو اصله لم يعلن عنه في هذه الارض الا على المستعمر ولم يثبت أنه قوية شوكته هي الجهات حتى يؤسر أو يسبى أفيدونا جزاكم الله خيرا. أساس هنا السؤال هو الأول ما هو أصل الاسترقاق في ديننا غير السبي والأسر في حرب الإسلام؟ احنا تكلمنا عن أنواعه عن السائب وعن نوع الجرم استعباد جميع هذه سد الإسلام منافذ إلا في الجهاد وحده بقية الجهاد الجهاد الأسر فيه يصبح صاحبه رقيقا يغير بشكل مؤقت أيضا زين بشكل مؤقت حينما يدخل الإسلام الإسلام فاتح المجال أنه لا يبقى رقيق على وجه الأرض مشروع الإسلام أن لا يبقى رقيق على وجه الأرض جميل جدا هذا كل جميع النصوص الإسلامية تمشي في هذا ماشي في هذا الاتجاه واضح إذا جميل. سؤال محمد السمتة يسأل
مهم هذا الموضوع مهم، أرجو أن يكون ضيفك يجيب بالكتاب وسنة السؤال وسنة رسول الله. طبعا السؤال المطروح، ما هو الأصل في العبودية في الإسلام، وهل العبودية في موريتانيا شرعية، وما هو الحل لهذه الظاهرة من الناحية الإسلامية والطبية؟ طبعا لا أسئلة متشابهة، أسئلة متشابهة لا نفسه لا نفسه. جميل. أعتقد أنه عنده سؤال هنا قد يعود اختياركم تحسموا له فيه، وهل العبودية في موريتانيا شرعية؟ لا ليست شرعية. فات جاوب الإمام مالك عن ذلك أنه الأصل في البشر الحرية، ومنين يسترق حد بطريقة غير الشرعية المعروفة أنه حر فقط. جميل. لأنه حينما سيشهد له الأصل. جميل. يشهد له الأصل. له الأصل صحيح. وهذه هنا أحرار استرقوا. جميل. واحد قبل وتت واحد ما يقول له أنا لا ياسر عندي، معناها أنا عاتل. جميل. معناها فيه سؤال طرحته أخت خدي بنت محمد محمود، تقول سؤالي للفقيه الكريم، ما هو حكم دعوة سفير دولة أجنبية دي قاع الولايات المتحدة لسهرة مديحية؟ ليلة ماضية كانوا هون زملاء معدلين سهرات مديحية، مهرجان رائع هون حول المديح، وحضر له السفير الأمريكي كمدعو، يمدر هي تسوي له توفيق، كان هذا قاع جايس السفير الأمريكي يدعى الحفل في مدح صلى الله عليه وسلم. ما يخسرش. اعتقد ان هو ربما يعود احسن قاع. هي دعوه مشات ربما نجي نشوف. هي دعوه قاع مشات السفراء ومشات الشخصيات ولا من بينهم. اذا زاروا احمد يقول انا اسال الفقيه، لماذا لا نشهد حمله فقهيه ان صح التعبير على مخلفات الرق على مستوى قريب من كنت تقوله في البداية هذا أخبار رابطة العلماء، ويسأل لماذا لا نشهد حملة فقهية إن صح التعبير على مخلفات احنا مطالبينها على مستوى مجمع الإفتاء وعلى مستوى خطب المساجد والدعايات. لماذا لم يعلن عن دار الإفتاء الموريتانية أو معهد منيط به تخريج الدعاة والفتوى على غرار بعض الدول الإسلامية المعروفة؟ ايضا هذا سؤال اخر، لكن جاوبوا عليه لا 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 الحل والعكس. جميل جدا. إذا هذه طبعا في سؤال طرحه أحد الإخوة، يسأل كان النافلة عقب صلاة الصبح، كانوا قد نين تطلع الشمس قيد رمحي، نين تطلع الشمس قد سيف، أيوة تحل النافلة. النافلة ما هي جائزة إلا بعد العصر. بعد العصر وقبل ملي أن تطلع الشمس، بعد نين صلاة الصبح بعد العصر لم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي، اعتمادا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، لكن الحديث حج عليه لأن أم سلمة قالت له إني رأيتك تصلي ركعتين ما كنت تصليهما من قبل، قال لقد شغلني الناس، وأنه ما يبقي عبادة كان يعدلها وشغلوه الناس عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد، ولكن لم يصليهما بعد ذلك أبدا. وهذا دليل على أن الشافعي هون موقفه ضعيف جدا ضده مالك وأحمد وأبو علي. سؤال آخر، أحد الإخوة يسولي كان القذافي خسر نهار عاقب الإمساك وفاة مسك وتمنين قذف شاك ذافي كان القذافي لين يرجع إلين يرجع إلى الحلق ذاك يفطر ونين ما هذا ما يخسرش. اذا شكرا دكتور. هاي طبعا هي الاسئله اللي حصلت عندي الان نتيجه الاسئله الاخرى قالبي بس نقراها اذا عادوا مشاور المشاهدين شيء. عندي الان فقره هي في رمضان، طبعا هذه المره حول ليالي المدح التي كنا نتحدث عنها الان، فقره نشاهدها الان في رمضان مع الزميل يبا ولي الحسن. المديح النبوي الشريف مقصد أسمى وقبلة طالما أمه المسلمون في شتى الأزمنة والأمكنة، مسخرين لذلك كل ملكاتهم من الشعر إلى النذر إلى النشيد ومختلف طرق الأداء وتمثلاته. ويشكل شهر رمضان المبارك فرصة مواتية لمدح من أنزل عليه القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم، مدح صدحت به حناجر هؤلاء في ليالي المديح بوصف ذلك مظهرا من مظاهر الإحياء والاحتفاء بالشهر الكريم. وكيف لا، فالمديح من أعظم القربات وأجل المقاصد والأهداف، ولا وقت أنسب لذلك من شهر رمضان المبارك. قدينا عنا نظم نسخة ثانية بهذا الحجم الكبير، كل ليلة ما يزيد على 1000 شخص يحضروا طيلة الليلة، ونحن حالا وقفنا المدح والناس مازالت قاعدة ما بات عجلت عنها توخى على المدح.
وقد استمتع الحضور الذي كان كبيراً ومتنوعاً بأداء هذه الفرق، واستفاد من حمام روحي أكسبته إياه الأناشيد والمقطوعات المديحية التي شنفت الآذان في فسحة ليلية حرص الجميع على حضورها ومشاهدتها. مهرجان المديح اللي عدلوه هذو الأخوة مهرجان جيد وممتاز، وعنه بعث فينا روح الثقافة وبرهن عليه عن كل الموريتانيين عنهم مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم وعنهم من محبينه. من الناحية التنظيمية كان المهرجان على مستوى عالي من التنظيم وعلى مستوى عالي في الحقيقة من الرؤية الحقيقية وصادقة للهدف الأسمى، وهو تذكير بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك يبرهن المنظمون والحاضرون على حد سواء على عشق ومدح خير البرية صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو عشق حق للمسلمين أن يصلوا فيه رتبة التوله وأن يسكروا بكأسه حد الثمالة، سبيلا إلى وصف سماء النبوءة وسمو العلياء المحمدية. قضى الله للعلياء أن تتجسدا، فقال لها كوني فكانت محمدا. قضى الله للعلياء أن تتجسدا، فقال لها كوني فكانت محمد. هذا البيت قط قال لي حمده ولا تأنه أزين عنده بيت قط سمعه، وهو ينسب للأخطل الصغير، والأخطل الصغير شاعر مسيحي، ولكن لا غرولي أن الشعراء المسيحيين غالي أكثرهم مدح النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الشاعر القراوي ومنهم بشار عبد الله الخوري. بشار عبد الله الخوري هو الأخطل الصغير، ينسب له هذا البيت. شخصيا لم لا أتأكد ذلك، ولكن ينسب له. إذا طبعا قبل أن نأخذ فقرة أخرى أعود إليك دكتور، في هذه الأسئلة، هذه الأمراض اللي أمراض الكبد وأمراض السرطانات وهذه النوع من الأمراض ذي، ترى كانت دخلت في قضية إقلاع عن الصوم وغيره، وشين هي حقيقة المعهد اللي قيل إنه أشياء مؤخرا حول فيروسات الأمراض هذه؟ الأمراض هي قلت لك الأمراض الحادة كاملة مفترة، تعود حالة من 200 مفترة سوسمية، بس وصقع سرطانات وس إنتانات وس التهابات، أمراض حادة كاملة سوية سنية مفترة. المعهد اللي سولتني عنه عن اشتغاله وإنجاز فعلنا إنجاز كبير، عدت أموري تانية كان ملحوق علي، هو معهد يعنى بأمراض الكبد وخاصة وأمراض الفيروسية منها، عاقبه له يعود بمستقبل يعنى بأمراض الكبد كاملة، سواء نوع منها سواء سرطانات وسواء فيروسات، غير بعد ذلك يعنى بالتهابات الكبد. ولو قريب عاد من سنة يشتغل، وله يعود مستقبل إن شاء الله الموريتاني كاملين اللي منهم بعد قابله، وراك ما هو أوبليغاتوار، ما هو غرض على رجال، غير بعد اللي قابله كامل اللي هي وخرص كان مصاب بالتهاب الكبد، وإذا عاد ما هو مصاب به ولقح عاد التلقيح بالنسبة للناس بالنسبة لشاسر عاد داخل قاعدة الدفتارة كارني فاكسينا في سنة 2004 اللي هو تلقيح ضد التهاب الكبد. أيوة. تكلم عن التهاب الكبد ب. أيوة. لأنه هو أكثرها انتشار. أيوة صح. هو أكثرها عدوى، أسرع أمتن عدوى هو من عدوى السيدة 30 مرة. وبالتالي خطرة الجهاز القائمة عليها عن تسبق التهاب الكبد ب نوع باها، ومتباركين رايكن عدلوا ديبيستاج الكشف عن ما التهاب الكبد ب عند الموريتانيين، وسبقنا في العائله الصحيه بيرسونيل دي سانتي نعامه رايكنا تقريبا نشتغلوا معاهم، تعدلنا قريب من 50% من عمال الصحه الموريتاني كامل كاش اللي ما هو مصاب وحصن ولقح، هذا هو الهدف قاعده هو والله اللي هو في المعهد والله هو مقره منين؟ مقره الرسمي اللي يعود مزالي بثنية هو في هنور، ورايك عندنا مقر الطب الكبير يشتغلوا فيه، يعني يشتغلوا يعني مع يعني في 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 تلقيحات ومر في تلقيحات في تلقيحات وقاية من الكبد الفيروس والله. هذا مهم من طرح كان فمس سن معينة يالف عودوا جو فيها جابوا فيها الواقيش لياك يقاوم منها. اها قلت لك انه بالنسبة لي شاسرة حتى كامل خلاقة من عند 2004 ليلة اللي نعود خلاقة، طبعا نتكلم عن وحدة صحية ولا خلاقة في الطب بدور علياء ملقح. أيوة. لانه عاد داخل من يكساعة زين في المنظومة هذه في المنظومة هذه في كارني فاكسينال. أيوة.
بالنسبه للناس الكبار ايوه اللي هي عود مفتوح لهم اللي هاي حد ما انهم هو شخصيا وشري التلقيح والله جاء الطبيب كونسلت عنده قال له اكتب له التلقيح ما جميل. ما هو لا يلقح رايك بعد احنا نشتغلوا مع عمال الصحه وفتنا قلت لك عدلنا تقريبا 50% من عمال الصحه موريتاني ولقحنا ياك اللي الله يلقح وياك اللي قاعد عنده اصلا مناعه عنده مناعه جميل اللي فين جبروا واحدين عندهم مناعه وياك اللي يحتاج الدواء مولي عندنا الدواء نعطوه لهم كبدوا يمشوهم الاخصائيين ويعطوهم ورطه ناصات ويتمهم تابعين وفعلا انجاز هو انجاز عظيم هذا انجاز عظيم بين مرض من الكبد من بين الامراض اللي اكثر مصابين بها الموريتانيا اساسا يعانوا منها منتشر انتشار كبير. دكتور في سؤال حد عنده طفيل من 6 سنوات الى 7 الى 8 فهي سنه قال عنه دائما تجيه حساسيه في جلده يبقى احمر وبعد ساعه توقد وعنه مرض قبضوا فيها الوكله لكن خلاص الحساسيه لا تعود مرتبطه من شيء ياكلوا شيء ياكلوا خاصه البرودوي اللي مواد مشتقات الحليب لكن شاسره في السن يعودوا حساسين لها جدا والله 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 بالنسبه لمواد التجميل هذه مثلا الصابون المعطره مواد معطره قد يعود عنده فيه حساسيه والله عنده منه حساسيه لا حساسيه بس ساعات تجي تمشي معناه انه اساسا قد يعود من بين هاي الياورات والروايات بعد يوك تريزا الارجن مسببين حساسيه تاع مسببات كبيره الحساسيه اللي هما مشتقات الحليب عندي شاشره خاصه اوكي اذا جمال سمعت جمال سمعت جواب سؤالك محمد قد يعود السبب اللي اساسا قد يعود نتيجه للمواد اللي ياكل اساسا تعود مشتقات الحليب كيف ياور وكيف تنوع من القضايا والله ما اللي الصابون اللي معطر يقولوا احنا صابون المسك يعود فيه سؤال اخت تسال عن مرض البلغم شنو علاجه؟ بلغم اللي هو اللي يقولوا له اهل الطب ريجرجيتاسيون معناها صعود ماده الطعام اللي في المجبنه يطلع يمشي مع المريض يلحق لهم يعالجوه اهل الطب بدواء بسيط نعطى له حبوب اللي نقيسها اخصائي يعطيه من ترى الاب يبان يسال سؤاله من ترى كانوا عنده بديل هاي اذا افترضنا انه قد تعود اسباب عليه الحساسيه قضيه ياور اللي قد تعود المشتقات كانوا يلطوا فتصل معها والله فهم حاله اخرى علاجها لا وما يفصل معي ما يتوقع لهم من ياور كامل لان يوكل ياور تقول لا نوع معين ولا وقت معين واللي يلطم يفاصلوا اي نوع لا الله يفاصلوه ياور يعود ما كان محفوظ حفظ زين قد يقبض حساسيه قاعد يقبض انتوكسيكاسيون زين حتى تسمم زين اذا قال لاني سميت له مشتقات الحليب لانهم كثير حساسين عند الشاشة لا يعطون عند الشاشة جميل اذا فقرتنا الاخرى وهي فقره تحيه هي فقره نافذه على الموريتانيين في الخارج فقره ثابته في الخيمه الرمضانيه نتابعها الان. بشروهم على الجاليه هون في برازافيل بخير ومترحمه ولا قال لها شي اسوا شنو؟ انا فاولي الشيخ ومخلوق من مقاطعه كوبني وراني طلب زياره من عند والدي والوالد كاملين جميل وخوت في الشهر المبارك اللي هو رمضان. دور عندهم السماح كاملين من جميع الاخوت جميع الكاملين. كيف محمد ولايه الحوض الشرقي مقاطعه ما هناك سلم عليكم كاملين جميعا اهلي وين تعز وعندكم لكم نصيحه طيبه بمناسبه رمضان يلطفوا صوموا كاملين واشهد ان لا اله الا الله قبل الشكر وتطلبوا لنا مولانا احنا هنا جاليه الموريتانيه بسعر العيش لقناع عن الديوار وعن الخارج. السلام عليكم ورحمة الله. إذا شكرا هذه طبعا هي نافيتنا دائما على الموريتانيين في الخارج. هذه أخت هون وهذا طبعا سؤالي قد يعود خاص بها والعلايات به اللي يعانوا منه. سولي كان لبصل يفسد النهار. أعتقد أن عينها على الحالة اللي سبب لبصل شم رايح تو ربما قاع دموع اللي حاله لبصل الباطن اللي تخلق له لا ما تخسر شيء كانوا خسر غبار الطريق وكيف صنع اهل الصناعه كي غبار الطريق دقيق والدخان وايش هذا ما يفسد شيء
ان الشريعه مبنيه على رفع الحرج. ما فيها شيء يحرج. سؤال في سؤال حتى تجوز لها تذوق الملح في الطعام، جاز ذوقه كملح. حق الله. غير الشرط ما تسرط ولا يقسى لحد. جميل. في احدهم يسال عن عنده طفيل له سنتين صرته يمشي منها الماء. لكن لا يخرف لا يعود اصلا بدايه التهاب خلقله. وراه له سنتين هذا ماشي. ايه يعود خلقله قط خلقله التهاب زمن خلافته لين انعقدت السره ما انعقدت عقده مضبوطه. والله ما كانت تداوى الدول يا الله. وعاد بم التهاب يلا يوخى على الطبيب. جميل. اذا شكرا ناخذ. بعد يعود ما هو شكله. جميل. ناخذ ناخذ فقرة أخرى هي فقرة البرامج من برامجنا اليوم. طبعا فقرة أيضا ثابتة في البرنامج. الإمام قبل ما خدنا أبو المواد دابا جا التليفون ريك خدنا اللي عملنا نيكو ماسي ووتي. السلام عليكم بارك الله فيك. السلام. يولا كان أكفاي ووتي. ألو. يولا كان أكفاي ووتي. مختار البولة. تفضل مختار البولة. مختار البولة. ايوه بسم الله تفضل. ايوه راني شاكر الناس بالضيافة. شكرا شاكرين لك انت هم اللي. جزاك الله خيرا. وني جيت احتجت الين جيت ونقول طما سي عاد بنادم الرقم ثاني حقي نمشوا معاه شوية. ملي جيت دخلت عليه هو يبغي يخدمني حد وطلع شهور المدير العام ورجع لي نجوم تغير. قال لي والله لحقتهم حاجتهم بالعربي مكتفية ويا ريت تكون عندك لغة أجنبية. وأنا أعرف حراق اللي جو من لبنان. إيش خلطنا عليها قال؟ أنا قاعد ما قلت شي فترة قطريتها قال بيني مع عين برع. فهمتني؟ ما بيني معها قاع شي سوشي. ياك سمعتوا؟ ذبت على كلامك في ذا التحقيق. لا يورطك، ما لي يطيحوا مني كلمة واحدة. وانا لا نقولهم لا ذاك ولا هم اللي نثبت عليه. وذاك خليك على كلمتك وانا على كلمتي. ودا فينا قاعدين خدعوا لنا ودا ينعت شي على وجهه. يا احبتي الارض تشهد والملائكه يشهدون والجوارح تسجل واي واحد قد يمشي الى هذا الاختبار نتيجته في اي لحظه، اي واحد قد ينام وما يستيقظ الا في هذه النتيجه وقد يمشي وما يرجع. اذا لابد ان نستعد وان نجهز اعمالا صالحه. ضحك جماعته يروق الشعره يقول الكلمه هكذا من سخط الله يهزأ من القران او من المؤذن او من المساجد او من القراء او من الاسلام او من الشريعه أو من قوانين الله وأحكامه أو من المساكين أو يسخر من الفقراء تهوي به الكلمة في النار 70 خريفة. صلى الله عليه وسلم. أيضا هو راح تحية تاكسي رقم 2. انا قاعد من الصبح بس اكون خمس بشي بيو اخواني اطلع انا قاعد مزال واحد بيرو هوك شو تبغى زين اي بيرو اي واحد تبغى زين انا طلعت انت شر ما انا طالع انا مخلصه كوس من الصبح ماشي نطبع نو با ومتنا واحد تجوني سمي لك بيرو انا ردك دور ردك انا اخسر ياس من التان حي انت ما تجينا ما السلام عليكم. إذا شكرا مشاهدينا، كانت تلك برامجنا ليوم غد. دكتور في سؤال أخير، دكتور سيد الأمين في سؤال أخير ذكري أيضا حول موضوعنا طرحه أحمد والمعييف يسأل هل عتق رقبة مؤمنة التي هي من كفارة الصوم هل يمكن أن تفهم أنها تخليص إنسان من دين يمنع عنه حريته وما شابه ذلك من المسائل التي تقيد الإنسان المؤمنة ليس الرق وحده. أعتقد أنه يريد أن يقول
ان هناك حالات ان 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 ان, إن تحرير الرقبه انه نوع من الفدية عن رق معين اللي هو هذا واحد اللي فهمت من السؤال هون، لانه يقول سؤال عتق رقبه مؤمنه التي هي من كفاره الصوم، هل يمكن ان يفهم انها تخليص انسان من دين يمنع عنه حريته اللي هو الشخص المعتق؟ لكن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كالمعدوم شرعا هي ظاهره ما تأت موجوده ما تنسأل فيه فقهيا، لأن أين الرقبة وأين الإسلام ما يقبل. إحنا الحمد لله تخلصنا من هذه مسائل العبودية وما فيه ما فيها كانت من وسائل تجفيف منابعها. إحنا وتكلمنا عنه عتق الرقبة بالنسبة للكفارات وعتق حتى في اليمين، حتى اليمين هذا لا كلمة يقولها يعتق رقبة معناها على انه تجاوز الزمن هذا في الوقت اللي كان فيه رق، والاسلام يريد تخليص الناس، وليس الازمنه الاخرى اللي فيه هذه الظاهره اعتبرت لم تعد موجوده. هذه اليوم المعدوم حسا كالمعدوم شرعا. واضح. اذا شكرا دكتور. ناخذ الان الفقره الاخيره من برنامجنا وهي الامساكيه من اعداد زميل التجاني والمرابط. اليوم بحول الله سيكون الإفطار عند الساعة 7:44، أما الإمساك فعند الساعة 4:56، العشاء عند الساعة 9:03، الفجر عند الساعة 5:06، الشروق عند الساعة 6:34، الظهر عند الساعة 1:08، العصر عند الساعة 4:30. وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخيمة الرمضانية. شكرا لكم دكتور، شكرا لك دكتور سيد الأمين على الأجوبة الوافية، شكرا لك دكتور على الأجوبة أيضا التي تحفتنا بها الليلة، شكرا للطاقم الذي أشرف على الحلقة كاملا والمنسقين شيخنا والأحمد وأحمد والبداها، وتحياتي الشيخ السيد عبد الله. السلام عليكم. Thank you.